السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا بعتنا فيديو صغير، الفيديو ده عبارة عن introduction لجزء الدي ان ايه، بيعرفنا الاستراكشر بتاعت الدي ان ايه شكلها ايه، بيعرفنا النيوكليوتايد البيزس ازاي البيريميدين والبيورين بيزس بيتحدوا مع بعض او بيمسكوا مع بعض عن طريق الهيدروجين بوند. يهمني جدا جدا هذا الفيديو، لان الفيديو ده عبارة عن 10 دقايق او ربع ساعة، لكن بيلخص لنا كلام كتير جدا في محاضرة النهاردة. لما تسمع الفيديو العشر دقايق او ربع ساعة في الاول وتكتبه بايدك، تبيضه كده في ورقة او تلخصه في ورقة او ورقتين، هتلاقي بعد كده الكلام اللي انت بتقراه هنا يعني تلات ارباعه كلام مكرر وسهل انك تستنتجه من الكلام اللي احنا قلناه. طيب، في البداية بنتكلم على الدي ان ايه، وعرفنا ان هو عبارة عن ماكرو موليكيول، موليكيول كبير زيه زي البروتين والليبيدز وغيره. هو عبارة عن نيوكليك اسيد بيتكون من مونومرز اسمها النيوكليوتايدز، ودي يمكن احنا شفناها في الفيديو بتاع الانترودكشن. طيب، الدي ان ايه بيمثل الهيرديتري ماتيريال، هو الماده الوراثيه اللي بتنتقل من الاب والام الى الابن ومن الابن بعد كده للاحفاد وهكذا. هي بتمثل الماده الوراثيه او الجينات اللي بتتوارثها الاجيال، وطبعا بتتوارث فيها الصفات والفيتشرز كلها وكل الجينيتكس وكل الجينيتك ماتيريال من جيل الى جيل اخر. طيب، الدي ان ايه بيعمل ستورنج وكودنج وترانسفيرنج للبيولوجيكال انفورميشن ثرو اتس يونيك ستراكشر، من خلال الاستراكشر بتاعت الدي ان ايه اللي هي عباره عن مجموعه من البيزس، بيحصل لها بعد كده ترانسليشن وتترجم الى امينو اسيدز والى بروتينز. دي اللي بتعمل ترانسفير للصفات والبروتينات من جيل لجيل اخر زي ما اتفقنا. الدي ان ايه موجود فين؟ موجود داخل الكروموزومز. الكروموزومز هي عباره عن ايه؟ قال لك هي عباره عن ثريد لايك ستراكشر زي الخيط، بيتكون من النيوكليك اسيد وبيتكون من بروتين كمان موجود في الموست ليفنج سيلز. طيب، طبعا هو ده اللي بيحمل الجينيتك انفورميشنز بتاعت الجينز، كل ده احنا متفقين عليه. طيب، الكروموزوم ده عباره عن ايه؟ عباره عن دي ان ايه تايتلي كويلد ميني تايمز، ملفوف اكتر من مره. كويلد يعني معمول زي السوسته كده، او زي العقده او زي الحبل، مربوط اكتر من مره. طيب، مربوط على بروتين اسمه الهيستون، يبقى الهيستون عندي ده بروتين موجود في الكروموسومز مربوط حواليه الدي ان ايه، وده اللي بيعمل سبورت للاستراكشر بتاعته. طيب، في كل الخلايا الهيومنز او في معظم الخلايا في عندنا 22 بيرز اوف الكروموسومز، في عندنا 22 بيرز من الايه، من الكروموسومز، بالاضافه الى 2 6 كروموسومز. يعني عندك 22 كروموسوم و2 6 كروموسومز. ال2 6 كروموسومز دول بيبقوا اكس اكس في الفيميلز وبيبقوا اكس واي في الميلز، ويبقى التوتال عندك كده 46. يعني 22 و22 ويبقى كده كام؟ كده 44، واكس اكس لو كانت فيميل او اكس واي لو كانت ميل. تمام؟ طيب، كل كروموسوم بيتكون من 1 بيس اوف دي ان ايه، يعني 46 بيسز اوف دي ان ايه. كويس قوي. طيب، ده الشكل اللي احنا شايفينه. بعد كده هيبتدي يفصل لي الكلام ده واحده واحده. هيقول لي ان الكروموسوم عندنا بيتكون من شورت ارم، جزء صغير بنسميه البي ارم، وفي عندنا لونج ارم بنسميه الكيو ارم. اوكي، وما بينهم في الوسط كده في عندي حاجه اسمها السنترومير. اوكي، يبقى في عندي البي ارم وفي عندي الكيو ارم، وبينهم في الوسط في عندنا الايه، السنترومير. طيب، طبعا هو الدي ان ايه فيري فيري لونج مولكيولز، بيتكون من مليارات البيز بيرز، لكن علشان نقدر نحطه في داخل النيوكلس لازم هنعمل له كويلنج، عشان كده سام تايمز بيسموه كويلد او سوبر كويلد. سوبر كويلد ليه بيتعمل له كويلد او سوبر كويلد؟ عشان ياخد مساحه صغيره ويقدر يبقى ملفوف وموجود داخل النواه. تمام؟ لما بيبقى في شكل كوندنسد النيوكليوسومز كويل ده بنسميه كروماتين. تمام؟ طيب، ده هنا بقى الكلام عن الاستراكشر بتاعت الدي ان ايه، ويمكن الكلام ده انت لو رجعت فيه للانترودكشن اللي كنا قلناه هتلاقيه بسيط جدا ما فيهوش مشكله. عبارة عن two complementary strand wind around each other، مربوطين حوالين بعض زي twisted ladder زي السلم.
تمام، وبنسميه عشان كده دبل هيليكس، بيتكون من 4 تايبس من النوكليوتايدز مع شوجر فوسفيت باك بون. ونوع الشوجر اللي عندنا زي ما اتفقنا اسمه ايه؟ ديوكسي ريبوز شوجر. طيب في سنة 53 جت واحدة اسمها روزالين فرانكلين، قدرت من خلال الاكس راي انها تصور الدي ان ايه وتعمل الاستراكشر بتاعت الدي ان ايه، وعندي هنا الكريستالاين استراكشر بتاعت الدي ان ايه موجودة، وفي الوسط بتاعها عندي الايه السنترومير في السنتر. طيب جه بعد كده واتسون وكريك في سنة 53 اقترحوا ان الدي ان ايه هو عبارة عن دبل هيليكس، واقترحوا الموديل بتاع الدبل هيليكس ده موجود، واخدوا الاكس راي موديل بتاع روزالين وبدأوا يعدلوا فيه، واقترحوا الدبل هيليكس اللي احنا حاليا الموديل اللي احنا بنشتغل عليه دلوقتي الدي ان ايه. طيب النيوكليوتايد هي عبارة عن ايه؟ النيوكليوتايد هي عبارة عن 3 بارتس، 3 اجزاء، جزء عبارة عن ديوكسي ريبوز شوجر، وعرفنا ان احنا في عندنا شوجر الفايف ممبر شوجر اسمه الريبوز، والريبوز شوجر ده لو شلت منه الاكسجين من الـ OH بقى في عندي ديوكسي ريبوز شوجر، وحط له بعد كده فوسفيت جروب، وبعد الفوسفيت جروب بحط له نيتروجين بيز، والنيتروجين بيز دي قد تختلف بقى من نيوكليوتايد لاخر، ممكن تكون جي او سي او تي او يو او كده، هنشوف دلوقتي. تمام، دي البيزك ستراكشر عندي بتاعت النيوكليوتايد، دي اوكسي ريبوز شوجر مع فوسفيت مع نيتروجين بيز. طيب ده هنا النيوكليوتايدز بتاعتي، ادي الشوجر وادي الفوسفيت جروب وادي النيتروجين بيز، ممكن تكون جي او تي او سي او ايه، طبعا ده في حاله الدي ان ايه. في حاله الار ان ايه بيدخل معايا كمان احتماليه ان انا يكون في عندي يوراسيل بيز. طيب ده هنا الفور نيوكليوتايدز اللي موجودين في الدي ان ايه، ادينين جوانين سيامين سيتوسين، وفي الار ان ايه ممكن يزيد عليهم او يبقى موجود عندي اليوراسيل. الدي ان ايه عاده بيكون دبل ستراندد تو ستراندد held together by strong covalent bond ما بين الديوكسي ريبوز شوجر والفوسفيت بتاعت النكست نيوكليوتايد. اوكي، يبقى انا في عندي هنا covalent bond ما بين الفوسفيت والايه والشوجرز، ودي طبعا الدي ان ايه بيزس. طيب طبعا كل ده انا بعدي عليه بسرعه، لكن انت لو رجعت للفيديو بتاع الانترودكشن زي ما اتفقنا ولا 10 دقايق وبالراحه كده واحده واحده تقدر تعرف الاستراكشر بتاعت الدي ان ايه، وتقدر تكتب الكلام ده على مهلك. طيب الشوجر اللي عندنا اللي بيكون الباك بون ده هو الديوكسي ريبوز شوجر اللي هو عباره عن 5 ممبر شوجر 5 كربون شوجر. اوكي، وبيبقى في عندي فوسفيت جروب موجوده على السي 4 على الكربون رقم 4. ده بيعمل عندي حاجه اسمها 3-5-. اوكي، الاتجاه بتاع الدي ان ايه. طيب ده شكل الريبوز شوجر اللي بيكون موجود في الار ان ايه، لما نشيل منه الاكسجين يبقى اسمه دي اوكسي ريبوز شوجر، وده اللي موجود في الدي ان ايه. طيب الكومبلمنتري بيز بير عاده بيبقى واحده بايريميدين مع واحده بيورين. اوكي، بايريميدين اللي هي بتبقى 1 رينج مع البيورين اللي هي بتبقى 2 رينجز. تمام، طيب فعاده هتلاقي ان الاي اللي هي الادينين بير ويز تي، والجي بير ويز سي، الجوانين بير ويز السيتوسين. طيب الفكره ايه بقى؟ الفكره ان الدي ان ايه بيديني كومبلمنتري بيز بيرز، البيز بيرز بتاعت الدي ان ايه بتكون كومبلمنتري، الاثنين بيكملوا بعض زي ما احنا شايفين بالشكل ده، ولكنها مش متشابهه يعني بيختلفوا. اوكي، طيب جه واحد اسمه شارجاف في سنه 1950 اقترح بناء على مشاهدته في التجارب بتاعته ان دايما بيطلع نسبه الاي هي نفسها از نسبه التي، ونسبه الجي هي نفسها نسبه السي. تمام، والكلام ده سليم لان فعلا دايما الجي بيمسك في السي ودايما الاي بيمسك في التي. تمام، فالاقتراح ده او النظريه دي
سبورتد بالكلام بتاع شارجاف رولز. ايه فكرة الانتي بارل استراكشر؟ الانتي بارل استراكشر ان هم وجدوا ان بيكون في 1 ستراند من الدي ان ايه بتكون 5-3- الاتجاه اللي قصادها بيكون 5-3- العكس، يعني ده هنا ماشي في الاتجاه ده، ده هنا ماشي في الاتجاه ده. اوكي، فيبقى في عندك الاثنين بنسميهم انتي بارل استراكشر. اوكي، معناها ان هم بيمشوا في اوبوزيت دايركشن، في واحد من 3-5- وواحد من 5-3. اوكي، ده بيعمل لي التويستنج في الباك بون بتاع الشوجرز، وبالتالي بيقدر يخليني نقدر او الموضوع ده بيخلي الدي ان ايه اقوى وما يحصلوش دامج، يبقى ده بريفنت الدامج اللي بيحصل ممكن يحصل الدي ان ايه باي انفايرومنت. طيب برضو ده من ضمن الحاجات اللي بتزود الاستابيليتي بتاعه الدي ان ايه، عشان كده بيقول لك ان الدي ان ايه عندنا از فيري ستيبل وبيمثل زي درجات السلم زي ما اتفقنا، وبيكون في عندنا الهيدروفوبيك والفوسفيد شوجر باك بون، ده بيكون نيجاتيفلي تشارجد، وده بيخلي الدي ان ايه عشان الهيدروفوبيك بروبرتيز بتاعته دي ريبيل الووتر، تمام، بيبعد الميه عنده، ويل نوت بي هيدرولايزد او بريك داون في الاكواس انفايرمنت عشان الهيدروفوبيك كاركترز بتاعه الجزء بتاع الشوجر والفوسفيد. ما الدي ان ايه بيعمل ريبيل يعني بيبعد او بينفر الووتر، بيخليها تبعد عنه، وبالتالي مش سهل ان يحصل له هيدروليسز في الاكواس انفايرومنت. تمام، طيب طبعا ده برضو بيساعد في عمليه السوبر كويلنج، وبيساعد في فكره ان الدي ان ايه ياخد حجم صغير. طيب هنتكلم دلوقتي على خطوه الدي ان ايه ريبليكيشن. الدي ان ايه ريبليكيشن ده بيحصل امتى؟ الشكل اللي قدامنا ده حاجه اسمها السيل سايكلز. كلمه السيل سايكل معناها ايه؟ معناها ان الخليه عندنا بتمر باطوار. الخليه sometimes بتكون في طور دورمنت، في طور نايم مش بتنمو ومش محتاجه انها تعمل سنسز ل دي ان اي بيزس ولا انها تصنع دي ان اي ولا انزيمز ولا بروتينز وهكذا. ده بيبقى بنسميه الجي فيز او الجراوند فيز، اللي هو الايه الخليه بتبقى فيه نايمه. الجزء عندنا اللي هو الاس والام دول الفيز اللي تبقى الخليه فيهم نشطه شويه، وبالنسبه للدي ان اي عندنا الجزء الخاص بالاس فيز. كلمه اس اللي هو السنسز فيز، الطور اللي الخليه فيه بتبقى محتاجه انها تصنع ميدييتورز، تصنع انزيمز، تصنع بروتينز، تصنع دي ان اي بيزس، فعشان كده بتبقى محتاجة انها تشغل المشينري بتاعتها كلها عشان تقدر تصنع الـ DNA بيزز دي، فعشان كده بنسميه الـ S فيز. طيب في مرحلة الـ S فيز دي بقى الخلية هتنقسم، وبدل ما هي واحد هيبقوا اتنين، فعشان كده بتبتدي تعمل what's called DNA replication، انها تضاعف الـ DNA اللي عندها ده. طيب ايه بقى القصة؟ قال لك انا دلوقتي هعمل ان الخلية بتاعتي هتتضاعف او هتتكاثر، بدل ما هي خلية واحدة هيبقوا اتنين او تلاتة. طيب الخلية عايزة تعمل ايه؟ عايزة to make identical copies، عايزة تعمل نسخة بالظبط، نسخة متماثلة من الكروموسومز for cell division اللي هو الجروث فيز. تمام؟ to help to maintain continuity of genetic information، عشان تحافظ على genetic material بتاعتها موجودة، انها تفضل موجودة وبتنمو وبتتكاثر. طيب ايه هي الريكويرمنت فور دي ان اي ريبليكيشن؟ عشان الخلايا تعمل ريبليكيشن ايه اللي مطلوب منها؟ قال لك اولا مطلوب عندها اوريجينال دي ان اي تمبلت، ان انا يكون في عندي دي ان اي تمبلت اللي انا هعمله مضاعفه. هل ينفع اروح اصور ورق وانا مش معايا النسخه الاصل اللي انا هصور منها؟ لازم يكون في معايا اصل. تمام، فده اللي بنسميه الاوريجينال دي ان اي تمبلت اللي انا هعمل له مضاعفه بعد كده، اللي هو بيكون دبل هيليكس عاده، تو كومبلمنتري ستراند ماسكين في بعض اللي احنا شفناهم من شويه. طيب الحاجه الثانيه ايه؟ محتاج ان انا يكون في معايا فري نيوكليوتايدز. هل ينفع اروح اصور ورق من غير ما يكون في عندي ورق وحبر؟ ورق فاضي في مكنه التصوير وحبر، لازم يكون في معايا ورق وحبر عشان اقدر اطلع نسخ من مكنه التصوير.
طيب محتاج ريبليكيشن انزيمز. ريبليكيشن انزيمز اللي هي الماشين، اللي هي الماشينري، مكنه التصوير اتسلف. الانزيمز اللي هتاخد النيوكليوتايدز وتروح تقف على التمبلتس وتبتدي ترص النيوكليوتايدز دي بشكل انها تعمل لي كومبلمنتري دي ان اي ستراند. تمام، فانا محتاج ماشين ومحتاج ماتريال ومحتاج الحاجه الاوريجينال اللي انا هعمل لها ريبليكيشن. طيب بالاضافه لذلك محتاج حاجه اسمها البرايمرز. البرايمرز دي عباره عن شورت نيوكليوتايد، شورت نيوكليوتايد سيكونس. هذه النيوكليوتايد سيكونس تبقى كومبلمنتري لجزء معين في الدي ان اي، بيقف عندها الدي ان اي بوليميريز اللي هو الريبليكيشن انزيم ويبدا يشتغل من عندها. تمام، فعشان كده اسمها برايمرز. دي شورت سيكونس من الدي ان اي، تبدا اول لما البوليميريز يتعرف على البرايمرز يبدا يعمل على طول ايه ريبليكيشن. طيب في البدايه ما كانوش عارفين بالظبط الدي ان اي بيتضاعف ازاي، وبداوا يحطوا نظريات. في ناس حطت نظريه اسمها السيمي كونزرفاتيف، وفي ناس حطوا نظريه اسمها كونزرفاتيف، وناس حطوا نظريه اسمها ديسبرتيف. مش علشان نفهم الكلام هنفهم على الرسمه افضل. النظريه السيمي كونزرفاتيف قال لك والله الدي ان اي مولكيول بينقسم الى تو ستراندز، اللي بالاحمر هو الاوريجينال تمام، واللي باللون البينك ده اللي هو الكوبي. تمام، طيب قال لك كل واحده اوريجينال بيحصل لها يعني دوبليكيشن وتعمل لي واحده كومبلمنتري. ده كانت نظريه اللي اسمها سيمي كونزرفاتيف. في نظريه قالت لك والله لا، ده المولكيول بتاع الدي ان اي كله بيطلع كوبي منه. تمام، بيطلع نيو كوبي، يعني انت مش في عندك نص مع نص، نص قديم مع نص جديد، لا انت في عندك وان كوبي، واحده اولد وواحده نيو. طيب النظريه الديسبرتيف قالت لك لا، ده كل جزء من الدي ان اي بيحصل له ريبليكيشن بشكل مختلف. طيب المهم جه عالم او جه اتنين علماء اسمهم ميسلسون اند ستال، الكلام ده كان سنه 57، وبداوا عملوا نظريه. عملوا تجربه وقال لك هنشوف كميه الدي ان اي اللي هتطلع. بداوا عملوا تجربه الريبليكيشن وجابوا نيتروجين اللي هو بيسموه ايه راديو ليبلد نيتروجين، او نظير من نظائر النيتروجين، وبداوا يجربوا يشوفوا قال لك الكميه بتاعته هتتضاعف ولا حتى هي زي ما هي ولا هيحصل ايه. فلقوا ان الكميه ايه اللي حصل فيها، لقوا ان الكميه اتقسمت بالظبط في الجديد والقديم في الدي ان ايه، اتقسمت بالظبط. فعشان كده تاكدوا من ان النظريه المظبوطه اللي بتفسر الريبليكيشن بتاع الدي ان ايه هي نظريه السيمي كونزرفاتيف اللي كان قالها واتسون وكريك من زمان. هما كانوا قالوا السيمي كونزرفاتيف، وده بيقال بايد كلامهم فعلا. تمام، يبقى واتسون اند كريك اقترحوها، وهو ده شكل السيمي كونزرفاتيف، ان كل ستراند من الاولد بتعمل ريبليكيشن او بيحصل لها دوبليكيشن بالدي ان اي بوليميريز وتكون لي نيو ستراند. اوكي، ويبقى انا في النهايه عندي اتنين موليكيولز كل واحد فيهم نص قديم ونص جديد. تمام، دي الطريقه او النظريه اللي اسمها السيمي كونزرفاتيف، واللي اثبتوها بعد كده بالتجربه. طيب عمليه الريبليكيشن دي بتتم على ثلاث خطوات. اول خطوه خطوه الانيشيشن، بدايه الريبليكيشن، وبعد كده التشين الونجيشن، ان السيكونس بتاعه الدي ان اي تطول، يبتدي الدي ان اي بوليميريز عمال بيحط موليكيولز، واخر حاجه خالص عندي التشين ترمينيشن. تمام، طيب الدي ان اي عباره عن ايه؟ الريبليكيشن بيبدا بسنجل موليكيول من الدي ان اي كومبلمنتري ستراند اللي هي البرايمرز، دي بتروح تعمل او بتقف على الجزء المطلوب. طيب مين اللي هيعمل لي الدي ان اي فورك او الشوكه دي؟ انزيم اسمه الدي ان اي هيليكيز. انزيم الدي ان اي هيليكيز بيعمل ديسربشن للهيدروجين بوند ما بين البيز بيرز، بيكسر الهيدروجين بوند اللي بين البيز بيرز دي، فيعمل عندي شكل الفورك ده اللي هو الواي. تمام، اللي بيسموها الريبليكيشن فورك او الشوكه. اوكي، ويبدا الانزيم بعد كده البوليميريز يشتغل عليه.
بس الانزيم بوليمريز لازم عشان يشتغل لازم يكون في ايه عندي في الاول، لازم يكون في عندي البرايمر. بيجي البرايمر يقف، اوكي، اللي هو اللي بنسميه ليدنج ستراند او البرايمر. البرايمر از نيدد تو ستارت ذا ريبليكيشن، وبعد كده يجي عليه بقى الدي ان اي بوليمريز يبدا يشتغل عليه من ال5 داش الى 3 داش. تمام، يبقى هنا دول الثلاث خطوات اللي احنا قلنا عليهم. اول حاجه الهيليكيز بيعمل بايندنج، ده الهيليكيز، وزي ما تقول كده بيفتح السوسته دي او بيعمل انزيبنج او بيعمل يديني شكل الريبليكيشن فورك. تمام، بعد كده بيحصل بايندنج للبروتينز تو بريفنت سنجل ستراند فروم جويننج. في هنا بروتين بيمسك عشان يمنع السنجل ستراند دي انها ترجع مره ثانيه. وبعد كده البرايميز بيعمل لي الشورت ستراند دي اللي هي المفروض انها هتبدا بقى يبدا يحصل عليها الايه الريبليكيشن. طيب الجمله دي مهمه، بيقول لك وانس دي ان اي ستراند هاز بين سيبريتد، اول ما حصل عندي شكل الفورك ده وحصل سيبريشن، بيجي برايمر اللي هو عباره عن شورت بيس اوف ار ان اي بايند تو 3 داش اند، بيمسك في 3 داش اند، ودايما البرايمرز دي بيكونها انزيم اسمه البرايميز. طيب يجي بعد كده مين بقى؟ البرايمرز موجوده والدي ان اي انزبت، يبتدي يدخل عندي الدي ان اي بوليمريز ويبتدي يعمل اديشن للدي ان اي نيوكليوتايدز. تمام، هنا بيقول لي الكلام ده بالظبط، دي ان اي بوليمريز اد دي ان اي نيوكليوتايدز في ال5 داش تو 3 داش دايركشن اللي بنسميه تشين اولونجيشن، ويبتدي يتكون عندي كومبلمنتري دي ان اي نيوكليوتايدز. تمام، طبعا بيستخدم بقى الاي بيرز مع التي والتي مع الاي والسي مع الجي والجي مع السي، اللي هو نفس طريقه البيز بيرنج اللي احنا كنا اتكلمنا عليها. طيب ايه اللي بيحصل بعد كده؟ بيحصل بقى كونتينوس ستراند سنسز اللي احنا بنسميه تشين الونجيشن، اوكي، و لحد ما يبتدي يحصل ايه بقى؟ discontinuous senses produce اوكازاكي fragment على ال 5-2-3- template. الاوكازاكي دي اللي هي نهاية الايه بقى؟ نهاية عملية الريبليكيشن. طيب lagging strand، lagging strand دي اللي هي خلاص مش هيبقى فيها بعدها senses synthesized by DNA polymerase بيسموها اوكازاكي fragment to the strand between the primers، دي بتبقى موجودة بين ال primers. This fragment sealed together by enzyme called ligase، بعد كده الانزيمز دي او الانزيم ليجيز بيجي يمسك التو strands في بعض، وهذه البروسيس بنسميها الايه بقى؟ discontinuous، او ان خلاص ان البروسيس انتهت. تمام؟ طيب بيجي بعد كده عندي انزيم، احنا محتاجين نشيل ال primers، بيجي بعد كده عندي انزيم اسمه الاكسو نيوكليز. هذا الانزيمز بيشيل كل الار ان اي برايمرز عندي وبيعمل لها ريبليسمنت بالابروبريت بيز، يشيل البرايمرز ويحط مكانها البيزس اللي ممكن تكون كومبلمنتري معاها. تمام، في عندنا انذر اكسونيوكليز بيعمل بروف ريدنج. يعني ايه بروف ريدنج؟ يعني بيصحح، بيجي يشوف اي في اخطاء موجوده في الدي ان اي، ممكن يبتدي يصحح الايه الاخطاء اللي موجوده، مثلا اتنين مثلا جي ماسكين في بعض، اتنين سي ماسكين في بعض، يبتدي يصلحها. طيب بيجي عندي بعد كده انزيم اسمه التيلومريز. التيلومريز ده بيعمل لي سيكونس اسمها التيلومرز، والتيلومرز دي عباره عن بروتكتيف كبسول على الكروموسوم علشان تمنع ان يحصل فيوجن ما بين الكروموسومز وبعضها. تمام، يبقى التيلومريز ده عباره عن بيعمل انزيم بيعمل لي كبسول تمنع الكروموزومز فيوجنج، الكروموزومز اللي جنب بعضها ان هم يمسكوا في بعض او يحصلهم فيوجن مع بعض. تمام، ده ملخص للانزيمز اللي انفولفد في الدي ان اي ريبليكيشن. الموضوع ده مهم جدا. دي ان اي هيليكيز هو اللي بيعمل لي انويند او انزيبنج للدي ان اي عشان يكون لي الريبليكيشن فورك عن طريق ان هو بيكسر الهيدروجين بوند. بيجي بعد كده البرايميز بيصنع الار ان اي برايمرز، وبعد كده البوليميريز بيقف عند البرايمرز ويبتدي يكمل دي ان اي سنسز ودي ان اي تشين الونجيشن. عندي بعد كده انزيم اسمه التوبو ايزوميريز،
ده انزيم وظيفته ان هو يمنع دي ان ايه ستراندز من ان يحصل لها سوبر كويلنج اثناء عمليه الريبليكيشن. الاكسونيوكليز ده بيشيل النيوكليوتايد بيزس بتاعه البرايمرز وفي نفس الوقت بيعمل بروف ريدنج. الدي ان ايه لايجيز ده اخر حاجه فاسيليتيت الجويننج اوف دي ان ايه ستراند باي فورميشن اوف فوسفودايستريز بوند. تمام، ده هنا انواع الدي ان ايه بوليمريزز في اليوكاريوتيك سيلز. ده هنا في فيديو على اليوتيوب، ما اعرفش هيفتح ولا ايه، في فيديو برضو على اليوتيوب بيوضح عمليه الدي ان ايه ريبليكيشن. ده ملخص الموضوع، ان الدي ان ايه ريبليكيتد ويز فيداليتي طبعا بكميه تماثل رهيبه. المستيكس ممكن تعمل لي ميوتيشنز، ممكن تعمل لي كانسرز، ممكن تعمل لي جينيتك ابنورماليتيز. تمام، ريبليكيشن ماشينري بيستخدم فيها اكتر من 10 انزيمز في الخليه الواحده، ومش بس كده، ده الخليه عندها سيستم فور ايرور كوركشن، يعني لو حصل مشكله في الدي ان ايه الخليه قادره انها تصحح المشكله دي من خلال بعض الانزيمز اللي عندها. تمام، الدي ان ايه بوليميريز اتسلف ممكن بيعمل بروف ريدنج للنيولي فورمد ستراند عن طريق ان هو بيعمل اكسجن للبيزس اللي هي مس ماتشد، وعن طريق ان هو بيعمل ريبليسمنت الكوركت بالكوركت بيزس، وممكن كمان يكمل على النيكست بيز. تمام، بكده نكون خلصنا موضوع الدي ان ايه ستراكشر. بشكركم شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.